أنا أسأل بالأمس هذا التفجير الذي حدث في الإسكندرية هل هو من الإسلام؟ أقسم بالله وبالله وتالله ووالله ليس هذا من عمل المسلمين، وإنما هو من عمل الخوارج المارقين، وربما كان من عمل اليهود الذين حرضوه من حيث لا يشعرون. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن، هل كانوا يهدمون، هل كانوا يفجرون الكنائس؟ هل كانوا يدخلون الأديرة؟ هل كانوا يقتلون النساء والأولاد والأطفال؟ وردة الفعل أن فجرت بعض المساجد في تلك البلد، في ذلك البلد. ومن يتحمل الوزر؟ من يدعون أنهم مجاهدون وهم مفسدون، مفسدون في الأرض، خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وقد حاولوا عبثا ولكن الله أفشلهم أن يفجروا حتى في مكة والمدينة، ولكن الله أخزاهم وأخزى من أفتاهم، وما قدموا إلا الخيبة للمسلمين، ما قدموا إلى الخيبة، مكنوا أعداء المسلمين فسقطت في أفغانستان والعراق والله والصومال والله أعلم على من الدور، بسبب تصرفات هؤلاء الرعناء. المسلمون في هذا الوضع، وأنت تفتي أيها المنظر السفيه عبر الكهوف، تفتي بوجوب تفجير آبار النفط ولا بوجوب تفجير المساجد، يعمدون في بعض البلاد إلى تفجير حتى المساجد، حتى المساجد. أنا أعرف في بلد مجاور أنهم فجروا في داخل المساجد، مساجد لأهل السنة، لأنهم اعتقدوا أنهم إيش؟ كفار، وبالتالي ومن هنا استحلوا دماءهم وأموالهم. ولكن ولله الحمد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزالون يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع من؟ أو حتى يظهر في عراضهم الدجال الذي سنتكلم عنه غدا، عفوا يوم السبت القادم إن شاء الله.